وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر طائرتا مساعدات إغاثية سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل الطائرتان مساعدات إغاثية متنوعة تشمل مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 35 طنا، وذلك تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. جسر متواصل نشهده منذ أكثر من 10 أيام، وصل اليوم الطائرة 11 والعاشرة صباح اليوم، تحمل مختلف المواد الإغاثية من أدوية ومستلزمات طبية وفرش وبطانيات ومواد غذائية وإيوائية. كل هذه حرص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن تكون حاضرة بشكل عاجل لتكون بين أيادي الأسرة الفلسطينية. واليوم نسعد بأن هذا الجسر متواصل بإذن الله طوال الأيام القادمة، يوازيه جسر بري سيتحرك من مدينة العريش بإذن الله إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة بإذن الله.